شكرا لهذه المجموعة التي تأسست 1998 وتبذل قصارى جهدها من أجل إنجاح هذه الحفلات وفي غمرة احتفالاتنا بعيد العرش المزيد. هنيئا لمجموعة أحواش لجمعية تامونت للثقافة والفنون، وسنلتقي مع نفس المجموعة بعد قليل بعد تكريم أبناء زليجة. فهنيئا للفرقة. السلام عليكم. بارك الله سيدي الحاج. كيفك لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. السلام عليكم. بارك الله عليك سيدي. الله يتقبل اسمك. الحمد لله. مرحبا. الله يفتح عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه. أي نبع من الفرح والاعتزاز الكبير يفجره في النفس والروح لما حوله. فهنيئاً إذاً لمن انتمى لهذه الربوع الشرقية الكريمة المجاهدة، بلاد بن بوحمدون الأشاوس، ولاد سيدي جابر الشرفاء، ولاد كاري الأعزاء، وابن حمدين الكرماء، قبائل غنية برجالاتها حافظوا دوماً على الأصالة العربية المغربية منذ القديم. أناس جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل أصالة المغرب وتاريخه الحافل بالملاحم. وها هي زليجة بوكر اليوم ترفل في حللها وحليها بمناسبة المهرجان الثالث للعالم، تحتفي وتكرم بجميع ما في الكلمة، وهي التي احتضنتها وأحبوها، فلا غرو أن يناجيها كل من أحبها وشرب من ثديها من أدمائها. إذن زليجة بوكر اليوم عروسا يملأ منها العاشق عينيه، فما نقلنا في زليجة الأم فسوف لن نستوفيها حقها، لأنها أنجبت رجالا لهم كلمة. الحسناوي حمو، وهو معروف في مدينة زليجة ومنذ القديم من طبيعة الحال. ازداد هذا الشخص 1917، ربما هو ليس حاضر معنا، مراش حاضر معنا، الله يشافيه. إذن هو وجه من وجوه مناجم زليجة سيدي بوبكر، هو إنسان ومفخرة لهذه الربوع، هو مرجع وإفادة وإسناد للحكمة. الحاج ميمون الجبشي قال لي بعده زليجة، قال أنا آب ابناء زليجة نصفقوا عليه. سي ميمون المشماشي، يعتبر الحاج سي ميمون المشماشي رمز من رموز الوطنية المغربية ومن عائلة شريفة كان لها دورها في ميادين التربية والوطنية والاجتماع وما إلى ذلك. الحاج سي ميمون المشماشي رجل وطني دافع عن حوزة وطنه المغرب ضد الاستعمار الغاشم بما أوتي من قوة وهو شاب، حيث التحق بصفوف المقاومة المغربية إبان الاستعمار. سي عمر الحداد، عمر الحداد شكرا. من مواليد 1920 بمنطقة القيغان، عمل طاطا حاليا، عمل بشركة زليجة حتى سنة 63 كمسير الآلات اي كوندكتور دونجان. طلع السي عمر، بارك الله عليك سيدي. اذا سيداتي وسادتي نمر الى المكرم الخامس وهو سيد احمد عكار، قلنا ازداد سنه 1912، اذا البركه ديالنا. يعتبر السيد احمد عكار من العمال المغاربه الاوائل الذين عملوا بمنجم زليجه. شرع في العمل يوم 2 دجنبر 1936 تحت رقم 7، كانوا 7 تاع الناس، كانوا 6 وكان هو 7 السي احمد عكار. اذا يعتبر هذا الشيخ احمد عكار قيدوم المنجمين، المنجمين، وهو كذلك ومن طبيعه الحال وجه من وجوه حاضره بوبكر زليجة. نتمنى له طول العمر ودوام الصحه والعافيه بحول الله تعالى. شكرا. اذا
شكرا زليجة بوكر على هذا الاحتفاء، على هذه اللمة، على هذا الجو العائلي الحميمي. نرحب بكل من التحق بنا الآن ونشكر لكم طيب وكرم الحضور. إذن مرحبا بكم عندنا ومرحبا بنا عندكم مرة أخرى.